هيومن رايتس بتحذر من جمعيات وهمية في مناطق بيروت المنكوبة. سفير المفوض لهيومن رايتس في لبنان حذر المواطنين وأهالي المنطقة المنكوبة من انفجار بيروت إلى اليقظة والانتباه والتعامل فقط مع الجمعيات الأهلية والمدنية والمؤسسات المرخصة رسمياً. قال السفير المفوض أنه العديد من الذين ينتحلون صفات جمعيات أهلية وأسماء جمعيات مجتمع مدني وغيرها بيستغلوا وجع وحزن الناس من أجل تنفيذ أهداف خاصة أخرى كالاحتيال وكالسرقة، ومنوها بضرورة أن الناس تتعامل فقط مع الجمعيات الأهلية والمدنية والمؤسسات المرخصة رسميا من السلطات اللبنانية المختصة أو التي تعمل بإشراف الجيش والإدارات الرسمية. وشدد تماما على أهمية الإسراع كل الجهات الرسمية والدولية وهيئات المجتمع المدني إلى مساعدة أهالي المنطقة المنكوبة والعزيزة علينا جميعا. إحنا معانا على الهاتف من لبنان الأستاذ زياد الصائغ، مستشار السياسات والتواصل في مجلس كنائس الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ زياد، بداية أخبار الوضع والموقف في الشارع إيه دلوقتي في لبنان؟ شكرا بداية على الاستضافة. الوضع في لبنان شديد التعقيد وشديد الصعوبة بعد الفاجعة المأساوية في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، ونحن كنا منذ يومين استذكرنا الشهر على فقداننا 190 ضحية وأكثر من 6500 جريح، وما زلنا نبحث عن أكثر من 40 مفقودا. نحن أمام استقالة للسلطة اللبنانية الحاكمة من كل مسؤولياتها. هناك عمل هائل يقوم به المجتمع المدني بكافة حلقاتي، أتكلم عن المجتمع الأهلي، أتكلم عن هيئات المجتمع المدني المتخصصة، أتكلم عن هيئات الأمم المتحدة، أتكلم عن المؤسسات الدينية ومنها الكنائس التي تلعب دورا كبيرا، وأتكلم أيضا عن دور أساسي حتما يقوم به الجيش اللبناني في تنسيق عمليات رفع الأنقاض وأيضا تنسيق عمليات الإغاثة. هناك هيئة تنسيق مدنية أطلقتها نقابة المحامين في بيروت، وهي تقوم بعمل هائل لتنسيق المساعدات ورفع الأنقاض وإطلاق عمليات الترميم. وهناك دور أساسي يقوم به الإعلام اللبناني لمواكبة كل هذه الإجراءات مع حتما كل المساندة الدولية. ودعيني أتوجه بالشكر إلى مصر الحبيبة على كل المساعدات وجسر الجوي المفتوح والقائم بتوجيهات من القيادة الرئاسية المصرية وأيضا من قداسة البابا تواضعه. أستاذ زياد، ما زال الحزن يخيم، وكان في احتفالية بالشموع يعني تأبين أو بمرور شهر على حادث المرفأ. خليني أسأل بس حضرتك، إذا كان الشارع في اللحظة الحالية راضي عن رئيس الحكومة الجديد السيد أديب؟ لا سيدتي، لكي أكون واضحا، المنهجية التي كلف بها رئيس الحكومة الجديد هي منهجية خارج السياق الدستوري، فهو كلف قبل أن تجري الاستشارات الكتل النيابية مع السيد رئيس الجمهورية ميشيل عون في لبنان. ثانيا، على ما يبدو أننا في حين كنا نتحدث عن حكومة أخصائيين مستقلين مصغرة بحسب ما ورد في خارطة طريق المبادرة الفرنسية، عادت القوى السياسية الحاكمة والتي هي فقدت شرعياتها التمثيلية ولو أنها موجودة بشرعياتها الدستورية، عادت تلعب في نفس الأسلوب بمعنى المحاصصة، وهي بدأت تتحدث عن حكومة من 24 وزيرا بما يعني إعادة تقاسم المغانم.
للأسف الشارع غير راض أبدا لا عن تكليف، ولست أتكلم عن شخص رئيس الحكومة المكلف، عن الفكرة لا نعرفه جيدا بطبيعة الحال، عن الفكرة حضرتك بتتكلم عن الفكرة المنهجية، وأتكلم عن كيف تقوم القوى السياسية في عملية انتهاج مسار التشكيل بالمحافظة والزبائنية. أنا عايز أعرف إيه حكاية إن هيومن رايتس بتحذر من بعض المنظمات اللي بتستغل الموقف، إيه القصة؟ إيه نوع الاستغلال اللي بيحصل للأحزان والأوجاع اللي عند الناس؟ سيدتي، بطبيعة الحال فداحة الفاجعة التي تعانيها بيروت وأهلها حتما قد نشعر فيها بعضا من الفوضى فيما يعنى بتنسيق عمليات الإغاثة وإطلاق عمليات رفع الأنقاض والترميم. أعتقد أن Human Rights Watch أطلقت تحذيرا واضحا بضرورة رفع منسوب التنسيق بين هيئات المجتمع الأهلي والمدني. ثانيا، عدم الذهاب باتجاه ازدواجية المعايير وازدواجية العمل. ثالثا، تفادي الخلل في توزيع المساعدات وفي أيضا تنسيق عملية رفع الأنقاض والبناء والقنوات التي سوف تمر من خلالها المساعدات. وهنا علي أن أؤكد أن هيئة التنسيق المدنية التي أطلقتها نقابة المحامين في بيروت تؤدي دورا جيدا لتفادي هذا النوع من المحاذير. غرفة العمليات التي أقامها الجيش اللبناني بنفس الاتجاه. وثالثا، هناك المؤسسات الدينية وتحديدا المؤسسات الكنسية ومنها مجلس كنائس الشرق الأوسط. لسه كنت هسأل حضرتك عن الدور بتاع مجلس كنائس الشرق الأوسط، المكونات الكنسية لملاقاة المواطنين اللبنانيين في حاجاتهم. كنت لسه أسأل حضرتك عن دور مجلس كنائس الشرق الأوسط في مساعدة الشعب اللبناني في هذه النكبة. نعم سيدتي، مجلس كنائس الشرق الأوسط أطلق نداء للشركاء والمانحين من كل الكنائس، وهو موجود على الأرض مع شركائه من المجتمعين الأهلي والمدني. ثانيا، هو يحاول التنسيق مع المؤسسات الكنسية ومع منصات التنسيق الكنسية. ثالثا، أطلق نهار الجمعة نداء مشتركا مع مجلس الكنائس العالمي ومنظمة Act Alliance في جنيف لرفع منسوب ليس فقط التنسيق على المستوى الإغاثي والإنساني، ولكن أيضا ندفع باتجاه تحقيق دولي لإحقاق العدالة. فبقدر ما نحتاج إغاثة وترميم، بقدر ما نحتاج أيضا عدم تشغيل الفاعلين، والتي على ما يبدو أن السلطات اللبنانية الحاكمة تسعى باتجاهه. هو الحقيقة يعني كنت لسه هسأل برضو حضرتك عن النقطة دي، لأنه المفروض أنه يعني تم العثور على 4 أطنان من نترات الأمونيوم، وأنه الجيش اللبناني أعدم هذه الشحنة، فيما يعني أنه الجيش اللبناني لا يستخدم شحنات نترات الأمونيوم. فده هل ليه دلالة على الشحنات اللي تسببت في هذا التفجير، خصوصا مع وجود كتير من الجرائد والمجلات زي مثلا مجلة دشبيجل الألمانية اللي بتقول فيما معناه انه عندها ما يثبت تورط حزب الله في هذا الحادث؟ هناك لغز فيما جرى من فاجعة في مرفأ بيروت ودمر نصف بيروت، والكلام عن انفجار او تفجير ما زال في حيز اللغز. الكارثة التي حلت في بيروت مسؤولة عنها السلطة الحاكمة وكل المعنيين بعدم التنبه لمسؤولياتهم. علينا أن ننتظر نتائج التحقيق، نعم، والقضاء اللبناني يسعى إلى أن يقوم بما استطاع، ولكن على ما بدا من معلومات أولية أننا أمام محاولة تشغيل
للمسؤولين الفعليين الذين يبدأون من رأس الهرم إلى أدنى. بهذا المعنى الحاجة ملحة، وهذا كما ورد في نداء مجلس كنائس شرق الأوسط ومجلس كنائس العالمي وحتى اللاينس نهار الجمعة، الحاجة إلى تحقيق دولي شفاف يودي بالمسؤولين عن هذا التفجير الانفجار إلى المحاكمة والمحاسبة وإحقاق العدالة وفاء لأرواح الضحايا ولآلام الجرحى وللمفقودين الذين ما زلنا ننتظر حتى ساعة انتشالهم من تحت الأنقاض، إنما إما من أماكن نحن لا نعلمها حتى الآن. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ زياد الصائغ، مستشار السياسات والتواصل في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وربنا يعينكم ويقدركم ويزيل الحزن والألم ويظهر الحقيقة وتعرفوا مين اللي عمل هذه الجريمة الشنيعة وصبر شعب لبنان وتكون آخر ألامه اللي مرت على سنين طويلة. أبشكر حضرتك جداً.